جلس الطبيب والطبيبة، ممرضة وممرضة، تقني والتقنية، الإداري والإدارية، لنسمع صوتنا ونعلن رفضنا لكل الأشكال، الاعتداءات والانتهاكات التي تطال زملائنا وزميلاتنا. مع الأخ والزميل عبد الغني الغالبي الذي تعرض لاعتداء شنيع وهمجي، لنغلب ولنذيب كل انتماءات نقابية ونغلب البذلة التي توحدنا، ولنسمع صوتنا ولنعلن بالتدخل الفوري والحازم للإدارة لحماية مستخدميها وأطرها لتصان كرامتنا في هذا المستشفى. وصمود وإجلال لكل غلو على البدلة، وتحية إكبار لكل الحاضرين وغير الحاضرين الذين تعرضوا على حضورهم. ونحن وزميلاتنا إننا مع الأخ والزميل في كل مواقفه وفي كل ما يرضيه إلى أن تطال كرامتنا هذا المستشفى. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.